الإبداع فن تجيد القلوب الجميلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع في لوحة جيش الاتحاد، لوحة الأمل. دائما لازم نحفر الحائط باش نخدم عليه. علاش؟ خاطر كي نحفروا السيمة يجبدها الحيط، وكما وريت لكم قبل ما نقيسوا السيمة لازم نفخوا نبلوا الحيط الجدار. وكما العادة دائما نطلب منكم السماح على التصوير، هذا اللي قديت عليه. وددت لو كان تصويرا أفضل باش تشوفوا غاية، لكنه حصل هكذا، فعفوا. هنا راني دارش السيمة شوية جارية وبللت الحائط طبعا باش يجبدها، يكون العمل متقن. هادو الأغصان تاع الشجرة، ولا كما يقولوا بالدارجة العراج. هنا طلعتهم بالإسمنت والرمل والكانكاسول بالطبع باش نكبر الحجم. من بعد الطلية التالية نديرها سيمة ورمل، تجي رطبة شوية باش يسهل عليها العمل. انا راني نشوف دروك الشجره هي جيش الاتحاد، والاغصان هما حنايا. طبعا الاغصان تنتظر منا الثمار، وهذا ما ارجوه من كل القنوات. ارجو منها ان تكون قنوات جاده وجاده جدا. واشكر الجميع، جميع المتابعين لي ولغيري، اشكركم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح بإذن الله. دابيا لكان وحده دارت هكا في بيتها، تصور لي وتراسلني ونشوف ان شاء الله هذاك العمل نتاعها. دابيا بزاف
دروك راني ندير في الوجه الأملس، أي الإسمنت والرمل فقط، وهذا الوجه الأخير تاع الشجرة. من بعد هذا كل شيء نفوت عليه بفرشاة مبللة كما راكي تشوفي. هذا لأجعل العمل أملس. نخليكم في رعاية الله وحفظه للفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسونيش بتعليقاتكم ومتابعتكم وإعجابكم، وشكرا.